السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة فكر اجتماعي. اليوم سنقدم لكم بعض المعلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس قد لا يعلمها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 571 ميلادي بعد 50 يوم تقريبا من حادثة الفيل، وبعد 5 قرون من بعثة النبي عيسى عليه السلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، مات أبوه قبل 6 أشهر من مولده، وماتت أمه بعد 6 أعوام من مولده، ثم كفله جده عبد المطلب، ومن ثم عمه أبو طالب. سماه جده عبد المطلب محمد، رغم أن هذا الاسم لم يكن مألوفا في تلك الآونة أو تلك الحقبة من الزمن. أوحي إليه خلال تعبده في غار حراء وعمره كان 40 سنة، ومن ثم تمت الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة، و10 أعوام في المدينة المنورة. كان للرسول صلى الله عليه وسلم 5 إخوة من الرضاعة، 2 من مرضعته الأولى ثويبة، وهم عمه الحمزة وابن عمته أبو سلمة، و3 إخوة من مرضعته الثانية من حليمة السعدية، وهم أنيسة والشيماء وعبد الله. هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. كل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب إلا ماريا القبطية وصفية بنت حيي، ولم ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجة واحدة إلا خديجة. بلغ عدد الغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 غزوة، شارك في 9 غزوات، ولم ينهزم صلى الله عليه وسلم إلا في معركة أحد. أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام في العام 621 ميلادي إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماء السابعة، كمنحة من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب حزنه الشديد على فقدان زوجته خديجة وعمه أبو طالب. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنتي الرعي عندما كان صغيرا، والتجارة في شبابه، وكان يتاجر في أموال السيدة خديجة قبل الزواج منها. مات جميع أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته باستثناء السيدة فاطمة، ومات أبناؤه الذكور قبل أن يتموا 2 عامين من عمرهم. صاهر النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين 4، فقد تزوج من 2 ابنتي أبو بكر وعمر، من السيدة عائشة ومن السيدة حفصة، وقد تزوج عثمان من 2 ابنتيه أم كلثوم ورقية، وتزوج علي من 2 ابنته فاطمة. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته، وكان من أبرز المواقف التي بكى فيها يوم مات ابنه إبراهيم، ويوم ماتت ابنته أم كلثوم، ويوم مات عمه حمزة، وعندما زار قبر أمه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى أن تعلم وتعرف كثير من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم.